السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى ثانوي، إخواتي الصغيرين وحبايبي الكتاكيت، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام. عاملين إيه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا شباب، صلوا على النبي. النهاردة درس جديد، درس لذيذ، وأول درس عندك في الوحدة التانية. يبقى أنت كده معاك على اليوتيوب أربع دروس. الوحدة الأولى أول ثلاث دروس خلصناهم، يعني تقريبا كده تلت المنهج، وخلصنا كمان ان شاء الله النهاردة اول درس في الوحدة التانية. يبقى انت فاضل لك كام؟ فاضل لك خمس دروس، وان شاء الله نكون خلصنا المنهج بالكامل. النهاردة ان شاء الله جايين بدرس مهم جدا، هو درس ملامح من تاريخ مصر القديمة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. بس قبل ما نبدأ، اوعى تنسى تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا حبايب قلبي. زي ما قلت لك النهارده كده معانا اول درس في الوحده الثانيه، هو بعنوان ملامح من تاريخ مصر القديمه. هناخد جوله في حياه مين؟ في حياه اجدادنا المصريين القدماء. تعال نخش جوه حياه اجدادنا ونشوف بقى الناس دي كانوا متقسمين ازاي، والعصر بتاعهم كان بيحكي عن ايه، واهم الملوك واهم اعمالهم، ونتعرف عليهم بالتفصيل. بس قبل ما نتعرف عليهم، تعال الاول كده اعرفك على العصر، او اكلمك على التاريخ المصري. بص يا معلم، التاريخ المصري بيتكلم عن ايه؟ قال لك التاريخ المصري بيتكلم عن فترتين. عن كم فتره؟ فترتين: العصر الفرعوني، وعندي الاحتلال الاجنبي. هتلاقي الايه؟ الاجنبي. بص بقى يا معلم، انا عندي التاريخ بتاع مصر كله بيمر بفترتين: عصر فرعوني وهو مصر القديمه، وانا عندي اللي هم العصر الحضاره الفرعونيه اللي هم الفراعنه، وعندي فتره الاحتلال بتبدا من اول الفرس، بعد كده اليونان، بعد كده البطالمه، بعد كده الرومان، وهكذا. ودي احتلونا، او الفتره دي فضلت محتلين مصر حوالي 1000 سنه، لدرجه ان احنا كنا بنتكلم يوناني وروماني في الفتره دي. 1000 سنه كتير جدا. انما عند العصر الفرعوني ده اللي يهمني في الترم ده. انما هتعرف بالظبط وبالتحليل، وهتعرف بكل حاجه، كل حاجه عن الاحتلال الروماني واليوناني هتعرفه ان شاء الله في الترم الثاني. تعال بقى نخلينا في الترم ده، ونخلينا في الجزء بتاع النهارده، وهو العصر الايه؟ الفرعوني. صلى على النبي. بص يا معلم، تعال كده اكلمك واقول لك ان العصر الفرعوني قال لك انا عندي بيمر بفترتين او مرحلتين. عندي واحد اسمه مانيتون السمنودي، فاكرين الراجل ده اللي اتكلمت عليه في مصادر دراسه الحضارات، وقلت لك الراجل ده كتب تاريخ مصر كله، وقسم لي العصر الفرعوني ل 30 اسره حاكمه. 30 اسره ايه؟ حاكمه. يعني الراجل ده كتب كل حاجه، او شاف الملوك اللي حكموا مصر، وكل حاكم وعياله، ودي كده بقول عليها أسرة حاكمة. ظهر ان في عندي 30 أسرة حكموا مصر. يبقى دلوقتي تاني مانيتون السمنودي قسم لي التاريخ الفرعوني او العصر الفرعوني لكم أسرة؟ 30 أسرة حاكمة. تمام كده؟ طيب بالك، بس الكلام ده ما عجبش المؤرخين. ما عجبش مين؟ المؤرخين. انا كده واحدة واحدة بقى اجيبها لك من الاول خالص، ونفنط الدول او الفترات اللي المؤرخين عملوها. بص يا معلم، ادي المؤرخين عملوا ايه بقى؟ قال لك قسموا ال 30 اسره دول لدول ولعصور. دول وايه؟ وعصور. يعني ايه دول؟ يعني عندي فترات قويه، دول قويه، حكام اقوياء، اسر قويه. فظهر عندي ثلاث دول. ظهر عندي كام دوله؟ ثلاث دول اقويه، وعندي ثلاث عصور ضعيفة. دي فترات ضعيفة، دول ضعيفة. يبقى دلوقتي المؤرخين هيجيبوا ال 30 أسرة اللي مانيتون السمنودي اتكلم عنهم، وهيجيبوا ثلاث دول أقوياء أو ثلاث فترات حكم قوية، وثلاث فترات حكم ضعيفة. فظهر عندي الدول مين بقى؟ صلى على النبي. ظهر عندي حاجة اسمها، أو الدولة الأولانية اسمها الدولة القديمة. الدولة الإيه؟ القديمة. بعد كده ظهر عندي الدولة الوسطى. بعد كده ظهر عندي الدولة الحديثة. الدولة الايه؟ الحديثة. يبقى انا عندي كام دولة؟ ثلاثة: الدولة القديمة، والدولة الوسطى، والدولة الحديثة. مستر، التلات دول دول اقوية ولا ضعاف؟ اقوية. طالما دولة تبقى قوية، عصور تبقى ضعيفة.
يبقى أنا عندي ظهر ثلاث دول قوية. من اللي قسم التقسيمة دي؟ المؤرخين القدماء. عملوا حاجة اسمها ايه؟ تحليل. يبقى المؤرخين اللي جم بعد ما دوت السمنودي عملوا ايه؟ عملوا تحليل للأسر، جابوا ثلاث دول القوية على جنب والدول الضعيفة على جنب، فظهر عندي ثلاث دول قوية، الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. طيب العصور بقى، قال لك ظهر عندي حاجة اسمها عصر الانتقال الأول، بعد كده عصر الانتقال الثاني، بعد كده العصر المتأخر. يبقى أنا عندي كده ثلاث دول قوية وثلاث دول ضعيفة. تاني، ثلاث دول قوية وثلاث دول ضعيفة. القوية مين؟ الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة. طب العصور دي فترات الضعف، عندي عصر الانتقال الأول، عصر الانتقال الثاني، عصر الايه؟ المتأخر. صلى على النبي. عايز اقول لك حاجة على الدول، الدولة تبقى قوية امتى؟ هرسم لك رسمة. عندي مثلث، المثلث ده بقول عليه الدولة، بقول عليه ايه؟ الدولة. المثلث المعدول دي دولة قوية، يبقى الدولة القوية. يبقى انا عندي، ركز معايا بالله عليك، المثلث المعدول دولة قوية. طيب ازاي دولة قوية؟ قال لك انا عندي اللي بيحكم الحاكم يعني، او العرس المثلث، مين؟ الملك. مين هو؟ الملك. طيب عندك مين تحت بقى؟ قال لك حكام الاقاليم، وعندك هنا استقرار الدولة. بص بقى، صلى على النبي عشان تفهم اللعبة دي. ادي المثلث هو معدول، يعني ايه معدول؟ يعني الملك هو اللي فوق. طالما الملك هو اللي فوق يبقى نفوذه اعلى من حكام الاقليم، فهيضرب الحكام الاقاليم على دماغهم ويخليهم تحت سيطرته، فيفرض عليهم السلطة فيعرف يحكمهم، فبالتالي الدولة يبقى فيها امن وايه؟ واستقرار. طول ما الملك قوي، طول ما الحكومة قوية، فطول ما هي مدية حكام الاقاليم على دماغهم، لان حكام الاقاليم طول عمرهم اطمعهم شخصية، مصالحهم شخصية، بيفكروا في نفسهم، مش مهم عندهم الدولة. لكن الحاكم لما يبقى قوي والحكومة قوية، فهيقدر يسيطر على الجانب المحلي او السلطة اللامركزية اللي هم حكام الاقاليم، فبالتالي ما يعرفوش ينفردوا بالدولة، فتفضل الدولة مستقرة وآمنة. يبقى تاني، الحاكم نفوذه اعلى، الحاكم قوي فهيعرف يسيطر على مين؟ حكام الاقاليم، فالدولة تتمتع بالامن والاستقرار. وده كده المثلث الايه؟ المعدول. طب امتى بقى الدولة تبقى ضعيفة؟ تعالى يا عم الناحية التانية. يبقى المثلث ماله؟ برافو عليك، المثلث مقلوب. يعني مين تحت؟ قالك اللي تحت الحاكم او الملك. مين نفوذه هتبقى اعلى؟ حكام الاقاليم، فبالتالي الدولة يبقى فيها قلق واضطراب، ممكن كمان يؤدي الاحتلال. يبقى انا عندي مثلثين، مثلث معدول ومثلث مقلوب. المعدول يعني على راس المثلث الملك، فيعرف يسيطر على حكام الاقاليم، فبالتالي الدوله تتمتع بالامن والاستقرار. طيب الدوله ضعيفه، يعني المثلث مقلوب، يعني اللي نفوذه اعلى حكام الاقاليم. مين نفوذه ضعيفه وهفق؟ الملك. الملك هو اللي بياخد على قفاه في الدوله الضعيفه، فحكام الاقاليم هم اللي مسيطرين، فما بيدونوش الولاء بالملك، ما بيسمعوش كلامه، فبالتالي الدولة فيها قلق وفيها ايه؟ اضطراب. يبقى دي دولة مالها؟ دولة ضعيفة. دولة ايه؟ دولة ضعيفة. يبقى المثلث المعدول دولة قوية، المثلث المقلوب دولة ايه؟ ضعيفة او عصر ضعيف. طيب تعالى بقى نتكلم على الدول الضعيفة. صلى على النبي. الدولة القديمة قال لك بتضم الاسرات من الاسرة الثالثة لحد الاسرة السادسة، والدولة الوسطى من الأسرة الحداشر للأسرة الاثناشر، والدولة الحديثة من الأسرة التمنتاشر لحد الأسرة العشرين. طيب الناحية التانية عصر الانتقال الأول بيضم بقى ايه؟ قالك بص، صلى على النبي. بعد كل دولة قوية بتيجي فترة من الضعف. تاني، بعد كل دولة قوية بتيجي فترة من الضعف. يعني احنا كنا واقفين على رجلينا وكنا اقوياء جدا في الدولة الايه؟ القديمة، من الاسرة الثالثة للسادسة. بعد كده تحصل شوية اضطرابات فالدولة تقع ونبقى ضعاف
ومكسورين ومنحنيين كده ومش قادرين ناخد حقنا، فنخش في فترة من الضعف اسمه عصر الانتقال الاول، بيضم الاسرة. انا عندي ما انتهت الايه؟ الستة، يبقى من السبعة للعشرة، فهمتها؟ يبقى الدولة القديمة من ثلاثة لستة، ثم هنقع من سبعة لعشرة، بعد كده نرجع نقف على رجلنا تاني ونبقى اقوياء تاني ودولتنا تبقى جامدة تاني. فعصر الدولة الوسطى اللي بتضم من الأسرة الحداشر للاتناشر، بعد ما كنا واقفين على رجلينا في الدولة الوسطى هنقع مرة كمان ونخش في فترة من الضعف تاني، فندخل في العصر الانتقال التاني من الأسرة التلاتاشر، لأننا انتهت بالكام؟ بالاتناشر، في التلاتاشر لحد السبعتاشر، دي فترة من الضعف ولا فترة قوية؟ فترة من الضعف. وخد بالك هنا هيحصل احتلال، أول احتلال. طيب بعد كده قال لك هنرجع نقف على رجلنا تاني ونرجع دولة قوية تاني في عصر الدولة الحديثة من الأسرة ال 18 للأسرة ال 20. بعد كده نقع بقى مرة ثالثة وما يقوم لناش قومة، من الأسرة ال 21 لحد الأسرة ال 30. يبقى عندك كده ال 30 أسرة، عندك الدولة القديمة من 3 ل 6 دولة قوية، ثم هنقع فنخش في عصر الانتقال الاول من السبعة للعشرة، بعد كده نرجع نقف على رجلنا تاني في الدولة الوسطى من 11 ل 12، بعد كده نقع تاني في العصر الانتقال التاني من 13 ل 17، بعد كده نقف على رجلنا مرة ثالثة في الدولة الحديثة من 18 ل 20، بعد كده نخش في عصر ضعيف خالص واسر ضعيفة من ال 21 لحد الايه؟ ال 30. مستر هل الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ليهم أسامي تاني ولا هم دول بس أساميهم؟ لا، ليهم أسامي تاني، وانت خدتها قبل كده في أولعدادي. عندي عصر الدولة القديمة بقول عليه عصر بنات الأهرامات، وعندي للدولة الوسطى بقول عليه عصر الرخاء الاقتصادي، وعندي العصر الدولة الحديثة بقول عليه عصر المجد الحربي. يبقى انا عندي كل دولة قوية ليها اسم تاني، الدولة القديمة بقول عليه عصر بنات الاهرامات، الدولة الوسطى بقول عليه عصر الرخاء الاقتصادي، الدولة الحديثة بقول عليه عصر المجد الايه؟ الحربي. طيب صلى على النبي، مستر هو فين الأسرة الأولى والتانية؟ مش شايفهم يعني؟ قال لك يا باشا ده عصر بداية الأسرات، فالمؤرخين خدوا العصر ده وطلعوا بره العصور دي وقال لك يا عم دول حطهم في حتة لوحدهم، الأسرة الأولى والتانية، وهنسميهم العصر العتيق اللي هو بتاع الملك ايه؟ مينا. بقول عليه عصر بداية الأسرات، عصر بداية الايه؟ الاسرات، اللي هو الاسرة الكام والكام؟ الاولى والتانية بتوع الملك مينا او نعرمر، وده كده عندي التلاتين ايه؟ اسرة. طيب قبل ما نخش بقى في الدرس، انا كده عرفتك المفاهيم كلها او المفاتيح كلها، عايزك بس تعرف شوية معلومات. ايه هي؟ صلى على النبي. بص يا معلم، لما اقول لك السلطة المركزية يبقى أنا بقصد بيها الحاكم أو الملك، ركز معايا، لما أقول لك السلطة المركزية أنا بتكلم عن الحاكم أو الملك. طيب لما أقول السلطة اللامركزية أو المحلية يبقى أنا بتكلم على مين؟ حكام الأقاليم، حكام الإيه؟ الاقاليم، اوعى تنساها. لما اتكلم على السلطة المركزية يبقى انا بتكلم على الملك، على الحكومة بتاعة الملك. لما اقول لك السلطة اللامركزية او المحلية يبقى انا بتكلم على حكام الاقاليم، عشان لما اجي اقول لك مثلا كده انا عندي زادت نفوذ السلطة المركزية يبقى مين قوي؟ هتقول لي مستر القوي الحاكم، يبقى دي دولة قوية. طب لما اجي اقول لك زادت نفوذ السلطة اللامركزية او المحلية يبقى انا بتكلم على فترة من الضعف، يعني من مسيطر فيها؟ برافو عليك، حكام الايه؟ الاقاليم. تعال بقى نخش نشوف الكلام ده عامل ازاي ونتكلم عن الاسر دي بالتفصيل. صلى على النبي يا سيدنا، وتعال نشوف الموضوع ده بيقول ايه. تعال نتكلم الاول كده عن العصر العتيق. صلى على النبي. بص يا معلم، العصر العتيق بيضم الاسرة الاولى
والتانية، بقول عليها عصر بداية الأسرات. قال لك من أشهر ملوكها هو الملك مين؟ نعرمر أو الملك مينا، وانت خدتها وانت صغير مينا وحد الكترين سنة 3200 صحيح كده؟ طيب أهم أعماله، بص بقى، قال لك الرجل ده وحد الكترين اللي هو البحري والإبلي في الوحدة التاريخية، بس خد بالك دي الوحدة الثانية، كان عندي وحدة قبلها حصلت سنة 4242 قبل الميلاد وكانت عاصمتها أن، يبقى أنا عندي أو أن هوليوبلس، لكن أنا عندي الوحدة بتاعت الملك مينا هي الوحدة التانية. إيه اللي حصل؟ صلى على النبي. آدي يا معلم مصر، بص بقى أنا عندي الجزء اللي فوق ده بقول عليه الجزء، بقول عليه الجزء الايه؟ بقول عليه الجزء البحري، تمام كده؟ او الدلتا او مصر السفلى، حلو الكلام؟ طيب الجزء اللي تحت ده بقول عليه الوجه الابلي او مصر العليا، او مصر الايه؟ العليا. تاني يبقى انا عندي الجزء اللي فوق بقول عليه الدلتا او وجه بحري او مصر السفلى، وعندي هنا وجه ابلي اللي تحت او مصر العليا. صلى على النبي بقى. قال لك قبل ما الملك مينا يجي هو جاي منين يا مستر؟ جاي من طيبه. جاي منين؟ من طيبه، من الجنوب. قال لك مصر كانت مقسمه مملكه في الشمال ومملكه في الجنوب، وكلنا عارفين القصه بتاعتها. هيجي بقى الملك مينا يروح موحد القطرين، يوحد مصر كلها في دوله واحده، بس الوحده دي هتبقى الوحده الاولى ولا الوحده الثانيه؟ زي ما قلت لك، برافو عليك، الوحده الثانيه وليست الاولى، اوعى تنساها. الراجل ده هيعمل ايه؟ قال لك هيوحد مصر سنه 3200 قبل الايه؟ الميلاد. طيب الراجل ده هيعمل ايه تاني؟ قال لك هياسس الاسره الاولى اللي هو بيقول عليها عصر بدايه الاسرات. طيب هيعمل ايه تاني؟ قال لك هيبني مدينه اسمها مدينه منف او القلعه البيضاء او من نفر. ليه بقى؟ قال لك عشان خاطر يعمل حاجه اسمها وحده سياسيه، عايز يوحد مصر، يوحد الشمال والجنوب. بص صلى على النبي، لو جيت كده للخريطه انا عندي منف كده وفي الحته دي كده في الجيزه، في قريه اسمها قريه مترهينة. الراجل ده كان من طيبه. الراجل ده كان منين؟ كان من طيبه، يعني من الجنوب. قال لك عشان خاطر انا اهل الجنوب مش يعني انا واثق فيهم، يعني فاهم قصدي اللي هو ايه؟ هو من الجنوب فاهله وانصاره في الجنوب فهو واثق فيهم، لكن اللي مش واثق فيهم او غرب عنه هم اهل الشمال، فعايز يبقى قريب منهم او وسطهم عشان لو حد فيهم بيفكر يعمل له حاجه. فقال لك هيعمل العاصمه منف. منف دي فين؟ في الدلتا فوق في الجيزه، تمام، في الشمال، عشان يكون بينهم، هو كده كده ضامن ولاء انصاره في الجنوب، وعشان يوحد مصر بين الشمال وبين الجنوب. صلى على النبي. اي وحده عندي او اي قصدي اسف اي عاصمه عندي ليها أهمية سياسية. تاني، أي عاصمة عندي ليها أهمية سياسية لأنها العاصمة. بيبقى في سبب تاني بقى جنب السبب الأولاني. طيب أنا دلوقتي منفى هي أول حاجة ليها أهمية، هقول له ليها أهمية سياسية إنها الوحدة، أو قصدي إنها آسف إنها الإيه؟ العاصمة. طيب الأهمية التانية قال لك عشان خاطر يسيطر أو يأمن البلاد من الشمال والجنوب، يعني ليها أهمية عسكرية. يبقى أنا عندي منف ليها أهمية سياسية بحكم أو باعتبار إنها العاصمة، وليها أهمية عسكرية لأن هو من خلالها هيوحد الإيه؟ الدولة ويأمنها. طيب زي الفل، يبقى هو كده وحد القطرين وأسس الأسرة الأولى وعمل عاصمة إيه؟ منف، وزي ما قلت لك ليها أهمية سياسية وعسكرية. طب مستر جاب لي الاثنين مع بعض، اختار سياسية. طب عايز اختيارين، سياسية وعسكرية، اتفقنا؟ طيب زي الفل. ايه تاني بقى؟ قال لك انا عندي بعد الملك مينا ما هيموت هيجي بعدين ملوك تانية في العصر العتيق. الملوك دي ذكية، ملوك العصر العتيق كلهم اذكياء جدا، فهيعملوا ايه بقى؟ قال لك عايزين يربطوا بين اهل الشمال واهل الجنوب، يخلوهم واحد، يختلطوا ببعض. الناس دي طول عمرها عايشة غريبة عن بعض، فهيعملوا ايه بقى؟ قال لك هيتبعوا سياسة حكيمة. يعني ايه سياسة حكيمة؟ يعني هيظهر حاجة اسمها الدهاء السياسي او الذكاء السياسي، هيستخدموا السياسة او الذكاء بتاعهم في السياسة. ازاي بقى؟ قال لك هيعملوا سياسة حكيمة عشان يربطوا بين اهل الصعيد والدلتا. اهل الصعيد والدلتا اللي هو وجه بحري وجه ابلي، هيربطوا بينهم ازاي؟ عن طريق حاجتين. بص صلى على النبي، حاجة اسمها المصاهرة
وازدواج الألقاب، الجواز يعني. الشمال يتجوز من الجنوب والجنوب يتجوز من الشمال، لكن الأول كان كل واحد بيتجوز من المكان بتاعه. لكن لما أنا وحدت الدولة خلاص الشمال هيتجوز من الجنوب والجنوب يتجوز من الشمال، فتلاقي الناس اختلطت ببعض. مع مرور الزمن هتلاقي الشمال لقى ليهم قرايب في الجنوب والجنوب بقى ليهم قرايب فين؟ في الشمال. وإحنا لحد النهاردة لنا قرايب في الصعيد ولنا قرايب في اسكندرية، عشان خاطر من خلال الوحدة اللي مين عملها الملك مينا أو حكام العصر الإيه العتيق. دي أول حاجة عندي، المصاهرة وازدواج الإيه الألقاب. إيه مصر ازدواج الألقاب ده؟ قال لك الملك مينا كان ذكي جدا، عشان خاطر ياخد لقبين لنفسه، لقب من الشمال ولقب من الجنوب، عشان ما ياخدش لقب من الجنوب فالشمال الشمال يقول لك اشمعنى، وياخد لقب من الشمال فالجنوب يقول لك اشمعنى، فاطلق على نفسه ايه ملك الارضين، صاحب التاجين، موحد القطرين، عشان خاطر يعرف الناس كلها ان احنا الاثنين بقينا ايه، بقينا واحد. طيب دي دلوقتي اسباب ايه اللي هي المصاهره وازدواج اللقب دي؟ بقول عليها اسباب اجتماعيه، يبقى ده او طريقه اجتماعيه. يبقى اول حاجه اللي هقولها حكام العصر العتيق للربط بين الشمال والجنوب هقول حاجات اجتماعيه، اسباب اجتماعيه. طيب تاني حاجه قال لك الاهتمام بالاحتفال بالاعياد الدينيه في جميع البلاد، هيحتفلوا بجميع الاعياد الدينيه في البلاد كلها، بدل ما كان الشمال بيحتفلوا لوحدهم والجنوب لوحدهم، لا الدوله كلها هتحتفل بالاعياد الدينيه. فدي كده حاجه ايه دينيه. يبقى هم دلوقتي اتبعوا ايه عشان خاطر يربطوا بين الشمال والجنوب؟ هقول له اتبعوا طريقتين، طريقه اجتماعيه وطريقه سياسيه. تاني طريقه اجتماعيه وطريقه سياسيه. ليه بقى؟ ايه الهدف؟ هقول الهدف تحقيق الوحده السياسيه. خد بالك اوعى تنسى او اوعى تتلخبط، هم ليه عملوا اجتماعيه ودينيه؟ يعني ليه عملوا مصاهره وازدواج القاب واحتفال بالاعياد الدينيه؟ عشان خاطر يحققوا هدف سياسي، وهي الوحده الايه السياسيه، الربط بين الشمال والجنوب. لكن لما يقول لك ايه هي السياسه الحكيمه اللي اتبعوها عشان الوحده السياسيه، هقول له حاجات اجتماعيه وحاجات ايه دينيه. تمام كده؟ طيب صل على النبي. تعال بقى نخش في تاني حاجه عندي، وهي خصائص العصر العتيق. قال لك اللي حصل في العصر العقيد العتيق، تم توحيد مصر تحت حكومه مركزيه اللي هو الملك، حكومه الملك، وهي من اقدم الحكومات في التاريخ، حكومه الملك مين؟ نعرمر. طيب قال لك تامين وحده البلاد بين الدلتا والصعيد ببناء مدينه منف، زي ما قلت لك ليها اهميه سياسيه، وبيقول لك اهو تامين يعني ليها اهميه عسكريه. طيب ايه تاني؟ قال لك احتفاظ مصر بالاستقلال الكامل وتوطيد الامن ايه بها. في مشكله كده؟ طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. وهيقول لك ولكن في نهايه العصر العتيق اضطربت الامور السياسيه ليبدا عصر جديد يتميز بالازدهار، وهو عصر الدوله الايه القديمه. طيب صل على النبي. بيقول لك هنا اطول العصور التاريخيه التاليه من حيث المده. هو تعالى الاول نكتب العصور دي او نكتب الدول دي من الاسره الكام للكام، واحنا هنعرف المده الايه الاطول. انا عندي العصر العتيق من الاسره الاولى للاسره الثانيه، ادي اولى ثانيه اسرتين بس. طب الدوله الحديثه من ال 18 لحد ال 20، 18 19 20 ثلاث اسر. طب الدوله القديمه من 3 لحد 6، 3 4 5 6 اربع اسر. طب العصر المتاخر من 21 لحد ال 30، فدي فعلا اطول فتره في العصور الايه التاريخيه بتاعت الفراعنه. يبقى انا عندي العصر المتاخر هو اطول العصور مده، لانه بيضم الاسره من 21 لحد الاسره الايه ال 30. طيب الهدف الاول الذي سعى اليه ملوك العصر العتيق، اول حاجه عملوها ايه؟ تامين وحده البلاد عن طريق بناء مدينه منف. طيب تعالى بقى نتكلم عن عصر الدوله القديمه. صل على النبي. الدولة القديمة يا باشا أنا قلت لك لها اسم تاني، بقول عليه عصر بناة الأهرامات، عصر بناة الأهرامات، هو بيضم الأسرة من الثلاثة لستة، تمام كده؟ في مشكلة؟ مش هكلمك على ملوك فيها، ما اتكلمنا عليها يا مستر، هقول لك إن المثلث هنا يا حبيب قلبي معدول، يعني الملك هو اللي مسيطر من ضعيف حكام الأقاليم، تمام كده؟ يعني الدولة فيها أمن وفيها استقرار.
وطالما فيها امن وفيها استقرار، والكلام ده اللي كان ولدي يورانت قايله قبل كده، ان الدوله لو فيها امن وفيها استقرار هتظهر فيها الايه؟ الحضاره. فانا فعلا قال لك كان عندي وجود حكومه منظمه قويه البنيان، يعني الملك هو اللي مسيطر هو والحكومه بتاعته، كثره الموارد وزياده الثراء. يعني مصر في الفتره دي كان عندها قوه اقتصاديه. تالت حاجة قال لك سيادة الأمن. رابع حاجة قال لك الملوك بتوعها اهتموا ببناء الأهرامات الضخمة، فعرفت بعصر بناء الايه؟ الأهرامات. وده دليل على تفوق المصريين في علم الايه؟ الهندسة. عرفت منين؟ من بناء الايه؟ الأهرامات. وكمان عايز أقول لك إن اهتمامهم بالجانب الديني، خد بالك بقى الحتة بتاعت الديني دي ليه؟ هما بيقول لك يهتموا ببناء الايه؟ الاهرامات. اهرامات دي يعني ايه؟ يعني مقابر، بسبب اعتقادهم في عمليه البعث والايه؟ والخلود. يبقى كل اهتماماتهم في الدوله القديمه كانت اهتمامات دينيه. ايه دليلك؟ قصر بناء الاهرامات بسبب اعتقادهم في البعث والايه؟ والخلود. قال لك بعد كده هينتهي العصر ده اللي هو عصر الدوله القديمه باول ثوره اجتماعيه في اواخر الاسره السادسه بالتحديد. ايه اللي حصل؟ صلى على النبي. انا عندي الاسره السادسه كان فيها ملكين، واحد قوي اسمه بيبي الاول، وعندي واحد ضعيف اسمه بيبي الثاني. يبقى اقول لك هنا ظهر هنا التناقض من خلال الاسره السادسه. ليه يا مستر تناقض؟ عندي ملك قوي بيبي الاول وعندي ملك ثاني اسمه بيبي الثاني وده ملك ضعيف. بص بقى، البيبي الثاني ده مسك الدوله وهو عنده 6 سنين، حكم الدولة حوالي 94 سنة. الراجل ده مات وهو عنده 100 سنة. فأواخر عهده قال لك كان مهمل جدا في الشعب وحقوقهم، وما كانش مهتم خالص بالدولة، وكان ضعيف وكانت سلطته ضعيفة. فتمكن حكام الأقاليم من فرض سيطرتهم على الدولة وأهملت القوانين، وبقى في سلب وبقى في نهب، فغابت العدالة الاجتماعية. فالشعب المصري ما قدرش انه يستحمل، وقامت اول ثورة اجتماعية في التاريخ مطالبة بالعدالة والحرية. من دول المصريين في في الثورة الاجتماعية، وبسببها وقعت مصر. يبقى وقعت مصر او انتهى العصر الدولة القديمة، هقول له الاسباب سياسية وهي الثورة. تمام كده؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك الدولة هتقع، فهنخش في عصر ضعيف بيضم الأسرة من 7 لـ10، وده عصر الانتقال الايه؟ الأول. صلى على النبي. عصر الضعف يعني المثلث ايه اللي هيحصل له؟ هيتقلب. مين هيبقى ضعيف واخد على قفاه؟ الملك. من نفوذه هتعلى؟ حكام الأقاليم. فبالتالي الدولة هيبقى فيها قلق وفيها ايه؟ اضطراب. طيب تعالى بقى نشوف اللي هيحصل. بص اهو، فقد الملوك السيطرة على البلاد، يعني غاب الحكم المركزي. طيب ايه تاني؟ ازدياد نفوذ حكام الاقاليم، يعني زيادة نفوذ السلطة اللامركزية. فلم يدينوا بالولاء للملك، ما بقوش يسمعوا كلامه، وامتنعوا عن دفع الضرائب، بقى شايفينه هفا يعني. تلاتة، بقى في اضطراب في الامن وظهور عدم الاستقرار، فسادت الفوضى في كل مكان واهملت القوانين وزادت اعمال السلب والايه؟ والنهب. الدولة خربانة، الدولة متدمرة، الدولة واقعة في الفترة من الاسرة السبعة لحد الاسرة الايه؟ العشرة. طيب صلى على النبي. قال لك وهكذا انتشرت الفتن فانهارت البلاد حتى قامت الاسرة الحداشر ليبدا عصر جديد وهو عصر الدوله الايه؟ الوسطى. تعال بقى نشوف السؤال ده. بيقول لك قصر بناء الاهرامات في الدوله القديمه اقوى دليل على كل ما يلي ما عدا. بص بيقول لك ايه؟ ما عدا، يعني انا عندي 3 مرتبطين بالبناء الاهرامات وواحده ما لهاش علاقه. المصريين شاطرين جدا في العماره، صح. تفوق المصريين في العلوم الهندسيه، برضو صح، ليه علاقه. وفرة الموارد الطبيعية، طبعا عندي صخور فبالتالي عملت الاهرامات. لكن قوة وسطو الملوك ملهاش دعوة ببناء الايه؟ الاهرامات. يعني انا لو ملك ضعيف وقلت لاي حد ابني لي هرم هيقول لي لا انت ملك ضعيف؟ اكيد لا. فدي ملهاش دعوة. لكن الثلاثة دول مرتبطين ببناء الايه؟ الاهرامات. السؤال الثاني بيقول لك اشتهر عصر الدولة القديمة بعصر بناء الاهرامات، مما يدل على قوة الدولة العسكرية، ملهاش دعوة.
التواصل الحضاري ما خدناش فكرة الأهرامات من حد، إحنا اللي عملناها. زيادة القوة الاقتصادية، برافو، هقول له زيادة القوة الإيه؟ الاقتصادية. طيب، بدأ الاندماج الاجتماعي بين الشمال والجنوب في مصر القديمة خلال، هقول له خلال العصر العتيق، اللي هي السياسة الحكيمة اللي اتبعوها. كان نقط أول العصور التي شاهدت على غياب حكم المركزي، ما بقاش في حكم مركزي، بقت اللي مسيطر اللا مركزي اللي هم حكام الأقاليم. الكلام ده ظهر في العصر العتيق، هقول له لا، دي كانت دولة قوية. عصر الدولة الوسطى، دي بين الدول يعني دولة قوية. عصر الانتقال الأول، هقول له بالظبط، دي أول مرة الدولة وقعت فيها والملك فقد السيطرة على البلاد وزادت نفوذ السلطة اللامركزية اللي هم حكام الايه؟ الأقاليم. طيب، هناك ارتباط بين زيادة نفوذ السلطة المحلية اللي هم حكام الأقاليم، نفوذهم كل ما تعلى إلا يحصل تدهور أحوال البلاد، كل ما حكم الإقليم نفوذه تعلى في الدولة، الدولة تقع وتتدهور. طيب، من أهم المظاهر السلبية في الجانب الاجتماعي والتي حبست في عصر الانتقال الأول، هقول له إيه؟ اضطراب الأمن، ولا زاد معدل الجريمة، ولا إهمال القوانين، ولا فقد الملوك السيطرة. هو مين اللي هيهمل القوانين؟ الناس يبقى في اضطراب إيه؟ في اضطراب أمن. طيب، ظهر مدى تفوق المصريين القدماء في علم الهندسة، هقول له من خلال عصر الدولة القديمة اللي هو بناء الإيه؟ الأهرامات. طيب، بعد كده من أهم صور السياسة الحكيمة التي اتبعها ملوك عصر بداية الأسرات لتقوية الوحدة المصرية، عملوا إيه؟ هقول لك عملوا اختيار الإيه؟ العاصمة في الشمال عشان خاطر يربطوا بين أهل الشمال وأهل الإيه؟ الجنوب. طيب، تعالى بقى نخش في عصر الدولة الوسطى، وده بيضم الأسرة من 11 ل 12، بقول عليه عصر الرخاء الاقتصادي. ليه مصر عصر الرخاء الاقتصادي؟ لأن كل ملوكها كان اهتماماتهم وأفكارهم مهتمين جدا بإقامة المشروعات الاقتصادية اللي بتخلي الدولة غنية. طيب، زي مين بقى؟ تعال نتكلم على أول واحد عندي، هو الملك منتوحتب الثاني. مين منتوحتب الثاني؟ مش مولتو، ها، عشان ممكن حد يستغرب، اسمه منتوحتب الثاني. منتوحتب ده بقى قال لك الراجل ده من ملوك الأسرة الحداشر، هيعمل ايه؟ قال لك هيعيد توحيد البلاد، هيعيد توحيد البلاد، يعني تشابه مع الملك مينا. ما هو الملك مينا او نارمر هو كمان وحد البلاد، فتشابه معاه مين؟ منتوحتب الثاني في توحيد البلاد. وجعل العاصمة طيبة، يبقى اختلف مع الملك مينا. الملك مينا خلى العاصمة ايه؟ خلاها منف. طب منتوحتب رجعها في الجنوب طيبة، يبقى عندي تاني في تشابه بين منتوحتب الثاني وبين مينا في توحيد البلاد، وفي اختلاف بين منتوحتب الثاني والملك مينا في اختيار العاصمة. الملك مينا خلاها منف في الشمال، وعندي منتوحتب خلاها طيبة فين؟ في الجنوب. الرجل ده أخضع حكام الأقاليم، بقول عليه السيطر على السلطة اللامركزية. الرجل ده أضعف نفوس كبار الموظفين، يعني السيطر على الجانب الإداري موظفين. طيب، تعال بقى الواحد تاني اسمه ابن محات الأول. الرجل ده من ملوك الأسرة الـ 12، ده هو أصلا اللي أسس الأسرة الإيه؟ الـ 12. الرجل ده عمل إيه بقى؟ الرجل ده نقل العاصمة من طيبة اللي كان منتوحتب عملها، وخلاها أستوية، صلى على النبي. مش انا لسه قايل لك من 5 دقايق، انا كل عاصمه عندي ليها اهميتين، اهميه سياسيه ودي اساسيه وثابته، وعندي اهميه تانية قلت لك منف كان ليها اهميه سياسيه وعسكريه. عندي بقى أستوية دي، قال لك دي ليها اهميه سياسيه وليها اهميه اقتصاديه. ليه بقى؟ صلى على النبي. انا عندي مصر هي معلم، وده نهر النيل. قال لك أستوية فوق في الدلتا في الجيزة في قرية اسمها بلدة اللشت، تمام كده؟ طيب، صلى على النبي. هو ليه مصدر خلى العاصمة أستوية؟ قال لك لأن المنطقة بتاعت الدلتا دي كده أكتر مكان خصب وصالح للزراعة، فالراجل ده عايز يخلي العاصمة فيها أراضي زراعية كتيرة جدا، فعايز يعمل حاجة اسمها توسع أفقي، يعني توسع في الأراضي الزراعية، عايز يزود الأراضي الايه؟ الزراعية.
فهيختار المنطقة اللي بيتركز فيها القمي، وأكتر مكان خصب وصالح للزراعة هي منطقة الدلتا. فاختار العاصمة دي لأسباب اقتصادية، وده السبب الأهم. سيبك من إنها عاصمة، هي كده كده عاصمة فليها أهمية سياسية، لكن الأهم والسبب الرئيسي هو الاقتصاد. الرجل ده عايز يخلي العاصمة فيها أراضي زراعية كتيرة جدا، فبالتالي اختار أستاوي عشان تكون عاصمة للدولة، وده هدف سياسي، وتكون لها أهمية اقتصادية، وده سبب إيه؟ اقتصادي. يبقى قالك نقلها الأستاوي ليكون قريب من الدلتا، تلك المنطقة الخصبة التي يستغلها في مشاريع التوسع الإيه؟ الزراعي، اللي بقول عليه توسع أفقي. يبقى كده عندي في خلال ملكين اتغيرت العاصمة مرتين، مرة كانت في طيبة ومرة كانت أستاوي. فقال لك إيه بقى؟ قال لك لم تشهد العاصمة المصرية في عصر الدولة الوسطى الاستقرار الجغرافي، يعني ما كانتش موجودة مرة واحدة بس، ده اتنقلت مرتين في نفس العصر، مرة طيبة ومرة أستاوي. تعالى بقى نتكلم عن اتنين تانيين، واحد اسمه سنوسرت الثالث والتاني اسمه ابن محات الثالث. عايزك تعرف حاجة بسيطة خالص، ان الاتنين دول العهد بتاعهم تميز بالرخاء والطمأنينة. ليه؟ قالك لانهم كانوا مهتمين جدا بتشييد الكثير من المباني، يعني كانوا مهتمين بالجانب العمراني والاهتمامات بالري والزراعة، يعني المشاريع الايه؟ الاقتصادية. تمام كده؟ طيب تعال نشوف، تم اختيار مدينة أستاوي عاصمة للبلاد بدوافع ايه؟ لسه قايل لك الهدف الرئيسي اقتصادي، يبقى اسباب اقتصادية عشان يتوسع في الأراضي الزراعية. تفرد تمكن من فرض سلطته على النظام الإداري من اللي أخضع كبار الموظفين، برافو عليك، منتو حتب الثاني. تعال بقى نخش في العصر الانتقالي لإيه؟ الثاني، وده بيضم الأسرة من ال 13 لل 17، عصر ضعف، الدولة هتقع. إيه اللي هيحصل لمصر في الدولة؟ قال لك ضعف البلاد وتمزقها وتنازعها بين الملوك والأمراء. الملوك والأمراء بقوا بيتخانقوا على الحكم. قال لك ازدياد الصراع والتنافس على السلطة بين مين؟ حكام الأقاليم، يعني المثلث هيتقلب من ضعيف الملك، حكام الأقاليم هم اللي هيسيطروا، فهيحصل احتلال في الدولة عشان الدولة ضعيفة. الناس دي يا جماعة حكام الأقاليم دي دول بقول عليهم أطماع شخصية أو مصالح شخصية، الناس دي طول عمرها بتفكر في نفسها ما يهمهاش الدولة. من دول حكام الأقاليم، فتنازعهم على السلطة أو على ممتلكات الدولة هيخلي الدولة تقع وتخش في فترة ضعف، وكمان يتم احتلال الدولة على إيد أول احتلال منهم الهكسوس. صلى على النبي. قال لك سقطت مصر في ايد الهكسوس. من الهكسوس دول؟ قال لك دي قبائل رعويه جاءت من اسيا، يعني جت من المنطقه الضعيفه، الحدود الضعيفه في مصر. فاكر لما قلت لك اخطر الحدود الطبيعيه على مصر او مكان بيشكل خطر على الامن القومي لمصر هي الحدود الشماليه الشرقيه. المنطقه الشماليه الشرقيه يا جماعه اوعوا تنسوها، اضعف الحدود المصريه، فالهكسوس جم منها واحتلوا مصر وخدوا مدينة اسمها مدينة أواريس عاصمة ليهم. فين أواريس دي يا مستر؟ قالك هي منطقة تل الضبعة بقرية اسمها قرية فقوس. فين بقى؟ قالك في محافظة الشرقية. محافظة الايه؟ الشرقية، يعني اي حد شرقاوي انت كان عندك يا حبيبي في قرية اسمها الفقوس كان في مين؟ الهكسوس اللي هي عاصمتهم أواريس. طيب ايه اللي هيحصل بقى مستر ضد الهكسوس؟ قالك هيقود أمراء طيبة حركة الكفاح ضد الهكسوس. صلى على النبي عشان احكي لك القصة. عندي ابطال القصة واحد اسمه سقن رع، وعندي كاموس، وعندي احمص. صلى على النبي. قال لك امهم واحدة اسمها اياح حتب وجدتهم تيتي شيري. تعال بقى نشوف الموضوع ده. بص يا معلم، قال لك في بداية الموضوع ان الهكسوس لما جم احتلوا مصر احتلوا مصر حوالي 400 سنه. قال لك مين بقى كان الملك في الفتره دي الاول او الفتره الاولانيه من الهكسوس؟ واحد اسمه سقن رع، الملك سقن رع، ابو كامس وابو احمص وجوز يا حتب وامه تبقى تيتي شيري. بص يا معلم ايه اللي حصل. قال لك في يوم من الايام كده سقن رع كان قاعد بيشرب كوبايه الشاي، دخلت عليه يا حتب وقالت له ايه يا ذكري، ايه يا راجلنا، ايه يا سمدي، ايه يا ظهري، الهكسوس يا حبيبي قاعدين فوق ومخللين، انت ايه ظروفك في الموضوع ده؟ مش ناوي كده الدم يجري في نفوخك وتتحرك كده وتوريني الرجوله اللي عندك؟
راح سكن راح بقى اتضايق جدا والدم غلي في عروقه بقى، وبص قال لك لازم اخد رد الاعتبار واجيب حق مصر والمصريين، وعشان خاطر ايه حطه بتحطش ايه تعاير فيا. وراح مجهز جيش قوي وراح عشان يحارب الهكسوس. صلى على النبي، ادي مصر يا معلم اهي، الهكسوس قاعدين فوق وعندي امراء طيبه فين؟ في الجنوب. ادي اواريس عاصمه مين؟ الهكسوس، وعندي هنا امراء طيبه. سكن رعا هيتحرك بالجيش بتاعه على اواريس عشان يحارب الهكسوس. اول واحد هيخوض مرحله الكفاح او التحرير هيبقى الملك سكن رعا قدام الايه؟ الهكسوس. والحمد لله قدر ان هو يكون جيش قوي وتقدم ايه اتقدم ايه وراح على باشا على الاواريس، هوب راح اتقتل ورجع على ايه؟ على طيبه الله يرحمه، مات. فلما مات يا حطه بتسكت؟ ما تسكتش، هم الستات كده بيحبوا الخراب، تعمل ايه؟ تسخن في ابنها الكبير، ولا يا كاموس روح هات حق ابوك يا ولا، واد يا كاموس اطلع انتقم من ابوك يلا، ولازم تجيب بالطار يا بلو يا ولدي، لازم تجيب طار ابوك سكن رع. مين اللي هيسخن؟ كاموس. هيروح مكون نفس الجيش وتقدم ايه اتقدم ايه، وهوب هيروح طالع هو كمان على اواريس يتقتل ويرجع. يا نهار ازرق، ما بقاش غير مين؟ غير اتنين نسعين امه. مين هو؟ احمص. وكان لسه ما كملش 20 سنة. ايه حطب بقى تسكت؟ ما تسكتش، راح بصل احمص تططط قال لها لا مفيش منه، انسي انا مش طالع الحرب دي، انا لسه صغنن وعايز اتمتع بشبابي، انا لسه مقدم في اختبارات نادي وان شاء الله اتقبل، ادعي لي اتقبل. قلت له نادي ايه؟ مفيش حاجه من الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده، انت ملك وابن ملك، لازم تاخد حق ابوك واخوك، لازم تاخد بالطار يا احمص يا ولدي. قال لها يا اما تخرب البيت ودمرت الرجال العيله، ما بقاش غير انا كمان. قالت له لازم تروح يا احمص. قال لها طب استوب، ريحي انت بقى على جنب دلوقتي، سيبيني افكر انا عشان خاطر انا مش هكون غبي زي ابويا وزي اخويا. ليه يا احمص انت ناوي على ايه؟ قال لك ناوي ادرس سبب قوه الهكسوس وضعفهم، مفيش حد ملوش نقطه ضعف ولا ليه سبب قوة. فلما قعد يدور ورا الهكسوس لقى سبب تفوقهم وقوتهم حاجة اسمها العجلات الحربية، فقال لك انا هحاربهم بنفس السلاح. وهنا هيستخلص العبر والدروس، فاكر يا نجم اوعى تنساها، هيستخلص العبر والايه والدروس، وهيطبق نفس الكلام، وسبب الهزيمة هيكون هو سبب النصر، وهيروح يحارب الهكسوس بالعجلات الايه الحربيه. ومش بس كده، ده هيطورها ويعدلها ويخليها احسن من اللي معاهم، وفعلا هيخش معاهم في معركه التحرير وهيحرر مصر من ايد الهكسوس، وهيحرر مصر ويخرجها من العصر الانتقالي الثاني لعصر الدوله الحديثه، ويكون هو مؤسس الاسره الايه او الدوله الايه الحديثه اللي بتضم من الاسره ال18 لحد الاسره ال20. تعال بقى نشوف الاسره او الدولة الحديثة من الاسرة ال 18 للاسرة ال 20 ايه اللي هيحصل. دي هعدل المثلث، الملك هيبقى قوي وحكام الاقاليم هيبقوا ضعاف، فالدولة هيبقى فيها امن وفيها ايه استقرار. طيب صلى على النبي، ايه اللي حصل بقى؟ قال لك ان الناس دي بدأت مصر في هذا العصر بتكوين جيش قوي. ركز بقى في المعلومة دي عشان في غاية 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 الاهمية. فاكر لما قلت لك انا عندي مصر بيحفظ مصر، ربنا بيحفظ مصر بحدود طبيعيه زي البحر المتوسط والجنادل في الجنوب والصحراء الشرقيه والبحر الاحمر والصحراء الغربيه في الغرب ما عدا منطقه الشماليه الشرقيه؟ فقال لك لا، احنا مش هينفع نعتمد على الحدود دي تاني، بالتخصيص او بالتحديد بعد ما الهكسوس احتلوا ايه مصر. طب هتعملوا ايه يا مصريين؟ قال لك لابد من وجود جيش قوي، لابد من وجود جيش قوي. ليه بقى؟ قال لك عشان خاطر الجيش ده هيحفظ مصر ويحميها من الاخطار الداخليه والاخطار الخارجيه. فباجي بقى هنا بكتب حاجه حلوه قوي، بقول ايه؟ تغيرت فكره المصريين عن الامن القومي لمصر. امتى؟ هقول له في عصر الدوله الحديثه. امتى المصريين فكرتهم اتغيرت عن الامن القومي؟ ان هما مش هيعتمدوا على الحدود بس، لازم يكون معانا جيش قوي يحفظ الدوله ويحافظ على ممتلكاتها
ويبقى يخليها دولة قوية جدا ويحميها من الأخطار الداخلية والأخطار الخارجية، هقول له في عصر الدولة الحديثة اوعى تنساها بالله عليك. طيب الجيش ده هيعمل ايه يا عم؟ قال لك هيحقق طموحاتها في تكوين إمبراطورية واسعة، هيحافظ على أمنها ويواجه الأخطار الداخلية والخارجية. طيب تعالى يا عم نتكلم عن الملك أحمس، عشان كده قلت عليه عصر المجد الحربي عشان يبقى فيه جيش وهيبقى فيه حروب. اتكلمنا عن أحمس والراجل ده قال لك ان هو اتجه للجنوب بعد ما انتصر على الهكسوس عشان خاطر يحل شوية مشاكل موجودة في الجنوب ويعمل شوية إصلاحات كده. وخد بالك ان مصر في الوقت ده كانت مقسمة لثلاث أجزاء، مملكة أو جزء بتاع الهكسوس وأمراء طيبة في الجنوب، وكان عندي في النوبة ملك كوش هو اللي كان موجود تحت في الجنوب. فأنا عندي مصر كانت متقسمة ثلاث أجزاء، والدليل على كده ان الملك مين أحمس بعد ما سيطر على مصر في الشمال وانتصر على الهكسوس نزل على الجنوب على كوش بلاد النوبة عشان خاطر يوحد الايه الدولة مرة تانية. بعد كده هتكلم على واحدة اسمها الملكة حتشبسوت، خربت بيتنا زي اي واحدة ست بتموت في الشوبينج، فقعدت يا باشا تبعزق فلوس مصر هنا وهنا، وكانت مهتمية جدا بالجانب الاقتصادي، كانت مهتمية جدا بالتجارة، كان كل اهتماماتها اقتصادية، عمالة يا باشا تبعت رحلات تجارية تجيب بقى بخور وتجيب عطور وتجيب خشب، وبص كانت مروقة على حالها خالص مع بلاد ايه؟ مع بلاد بوند. طالما في رحلات مع دول الجنوب يعني في تواصل حضاري على ايد مين؟ الملكة حتشبسوت، ودي اهملت الجانب السياسي وكانت مهتمية بالجانب الاقتصادي. بعد كده عندي تحتمس الثالث، الراجل ده لم يتعدى سنه 16 سنة يوم ما مسك مصر. قال لك بقى ايه اللي حصل؟ قال لك عندي امراء اسيا اتفقوا ان هم ده الوقت المناسب اللي نحتل فيه مصر، وانتهاز الفرصة عشان خاطر الملك تحتمس الثالث كان سنه صغير فاستهفقوه، قال لك ده عيل مسك الدولة فدي الفرصة الوحيدة او ده الوقت المناسب ان احنا نحتل الدولة. والراجل ده قدر ان هو ينتصر عليهم في 18 معركة، وقدر ان هو يعمل اول امبراطورية مصرية واسعة قدام مين بقى؟ قالك اهم المعارك دي معركة مجد، قدام مين؟ قالك قدام امراء اسيا بارادة او بقيادة امير ايه؟ امير كادش. قدر ان هو ينتصر عليهم في اشهر المعارك اللي هي معركة ايه؟ مجده. معركة ايه؟ مجده. مين ده؟ تحتمس الثالث. الرجل ده عمل ايه؟ عمل توسع خارجي، عمل امبراطورية يعني دول تانية تكون موجودة طبعا مصر، يعني هيدم سوريا وهيدم لبنان والاردن عشان خاطر تكون تابعين لمين؟ لمصر، عشان يأمن الحدود الشمالية الشرقية. بعد كده عندي مين بقى؟ قال لك عندي أمنحاوتب الرابع. الراجل ده يا جماعة كان اهتماماته بالدين، الراجل ده كان بيركز جدا في الدين وكان مشغول جدا بالدين. ايه اللي حصل؟ الراجل ده أول واحد يدعو لعبادة إله واحد وهو الإله آتون، وعمل له مدينة اسمها مدينة أخيتاتون. مين ده؟ قال لك أمنحاوتب الايه؟ الرابع. صلى على النبي. انا عندي مستر مين اللي مسؤولين عن الاله؟ قال لك اللي مسؤولين عن الاله الكهنة، والكهنة دول قال لك بيمثلوا الاطماع الشخصية طول عمرهم بيفكروا في نفسهم، فيقولوا مثلا للناس قدموا القرابين للاله عشان يرضى عنكم، فالناس تقدم القرابين هم ياخدوها ويحطوها في جيبهم. مين دول؟ الكهنة. فالكهنة كان لهم نفوذ وليهم سلطة عشان ارتباطهم بالإله. فلما انت يا منحاوتب الرابع تيجي تلغي الإله بتاعي اللي هو الإله أمون أشهر الإله في مصر، فبالتالي الكهنة دول مش هيبقى لهم لازمة، فمش هيبقى لهم مكانة سياسية، فمش هيطلعوا بمصالح من وراء الناس، فأكيد مش هيعجبهم الكلام ده، فيقعدوا يحرضوا الشعب إن هم يعملوا ثورة قدام مين؟ قدام إخناتون. فتقوم أول ثورة دينية قدام مين؟ قدام أمنحاوتب الرابع عشان توقع المملكة بتاعته. يبقى الرجل ده وقعت الدولة بتاعته أو الحكم بتاعه لأسباب دينية. أسباب إيه؟ دينية. طيب إيه بقى اللي حصل؟ قالك أدت هذه الثورة إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى، بلدها تقع مش هيبقى فيها استقرار، هتخش في حالة من الإيه؟ من الفوضى. هيجي بعديه واحد اسمه الملك حور محب بعديه على طول. الراجل ده هيعمل ايه؟ الراجل ده هيصدر القوانين والتشريعات، يعني هيبقى معاه سلطه تشريعيه، هيسن القوانين، هيدخل قوانين او هيصدر قوانين عشان يعرف يسيطر على الدوله ويحكمها عشان يحقق الاستقرار الداخلي. يبقى الراجل ده اللي هو حرم وحب عشان يحفظ لمصر الاستقرار الداخلي
والأمن الداخلي هيصدر قوانين، يعني هيستخدم السلطة التشريعية. طيب والقضاء على الفوضى التي حدثت بعد ثورة مين؟ إخناتون. والرجل ده قدر ان هو يعيد البلاد آمنة ومستقرة بعد الفوضى اللي مين عملها؟ أمن حوطب الرابع. بعد كده عند رمسيس الثاني، الرجل ده يخش في معركة شهيرة جدا اسمها معركة كودش ضد الحيثيين في أسيا، وهتنتهي كمان بأول معاهدة سلام في التاريخ بين الطرفين، وهتنتهي بمصاهرة، هيتجوز بنت ملك الحيثيين وهيعمل لها مدينة في مصر اسمها مدينة بي رمسيس. مين ده؟ رمسيس الثاني، صاحب أول معاهدة سلام في التاريخ. الرجل ده أنا بشبهه بالرئيس الراحل أنور السادات. الرجل ده أول واحد يعمل معاهدة سلام في التاريخ، رمسيس الثاني، اللي عمل زيه أنور السادات لما عمل اتفاقية السلام مع إسرائيل بعد حرب 73. يبقى التشابه بين أنور السادات ورمسيس الثاني إن الاثنين عملوا معاهدة سلام مع أعدائهم بعد الانتصار عليهم. طيب تعالى نتكلم على أهم الخصائص اللي موجودة في عصر الدولة الحديثة. في عصر الدولة الحديثة حصلت أول إمبراطورية مصرية على إيد الملك مين؟ تحتمس الثالث، وعلى إيد رمسيس الثاني. طيب إيه تاني؟ قال لك حصل قيام نشاط تجاري واسع مع دول آسيا وأفريقيا اللي مين عملتها؟ حتشبسوت مع بلاد بونت. قال لك في عصر الدولة الحديثة حصلت أول ثورة دينية بسبب توحيد الإله اللي هو مين؟ ثورة إخناتون، وان هو كان بيقول اننا كلنا نعبد اله واحد وهو قرص الايه؟ الشمس او الاله اتون. بعد كده قال لك هتنتهي الدولة الحديثة بسقوط الاسرة العشرين عشان ندخل في عصر ضعيف وهي الاسرة الواحد وايه؟ وعشرين، ويبدأ معايا العصر المتأخر. قال لك هنقلب المثلث، مين هيبقى ضعيف؟ الملك. مين نفوذه اعلى؟ حكام الاقاليم، فبالتالي الدولة فيها قلق وفيها اضطراب. فقال لك عاشت مصر حالة من الضعف والتفكك، خسرت مصر كل ممتلكاتها في الخارج، رجعنا مصر بس من غير ما نبقى امبراطورية، سيطر الاحتلال الاجنبي على مصر الذي بدأ بالاحتلال الفارسي وانتهى بالاحتلال اليوناني. يبقى هقول ايه بقى؟ هقول سقط العصر الفرعوني على يد الاحتلال الاجنبي او الاحتلال الغربي. عندك يا باشا بقى الفرصة هيجوا بعد كده، هيحصل بصيص من الامل، يعني هيبقى فيه نور، شعاع نور في الاسرة 26، بقول عليه عصر النهضة. ايه اللي هيحصل في الاسرة 26؟ قال لك هتبتدي الدولة تستعيد قوتها تاني على ايد الملك ابسماتك الاول، هيجي يكون جيش ويبتدي هو يسيطر على البلد، وان هو يقف قدام الاحتلال، وابنه هيكمل المسيرة من بعده نخاو. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيجي الاحتلال اليوناني يوقع مصر وما تقوم لهاش قومة، فيجي بعد كده الاسكندر، بعد كده يجي البطالمة، بعد كده يجي الرومان، وتستمر الاحتلال لمصر. طيب كده انتهى معاك الايه؟ العصر المتاخر. تعالى نتكلم بقى على خصائص الحضاره المصريه القديمه. ايه اللي بيميز الحضاره بتاعتنا عن اي حضاره في العالم؟ قال لك القدم. يا جماعه احنا حضاره قديمه جدا، عشان تعرف تدرسها او تدرسها محتاج ترجع بالزمن 7000 سنه، فاحنا نتميز بالايه؟ بالقدم. رقم 2 قال لك الاصاله. احنا حضارتنا حضاره اصيله، احنا حضارتنا اتبنت بجهد وتعب وكفاح وعرق المصريين، احنا ما استخدمناش حاجه من حد او طلبنا حد من حد حاجه ان هو يجي يبنيها لنا او يجي يعملها لنا. اي حاجه اتعملت في مصر فهي اتعملت بجهد وتعب وعرق ابنائها اللي هم المصريين. قال لك حضارتنا لم تكن منعزله، بل كان يوجد تواصل حضاري مع الحضارات المجاوره، كنا متواصل مع الحضارات اللي حوالينا وبنأثر فيهم وبنتأثر بيهم. والدليل على كده الرحلات التجارية اللي كانت الملكة حتشبسوت بتعملها مع بلاد الجنوب اللي هي قارة أفريقيا. طيب ايه تاني؟ قالك التدين. يا جماعة احنا الشعب بتاعنا أتقى الشعوب، أتقى الأمم، هم الشعب هو الشعب المصري. اي حاجه عايز تاثر على الشعب المصري خش له من حته الدين، بنتاثر جدا بالدين. فقال لك احنا عندنا اول ناس ندعو لعباده اله واحد كنا المصريين. بعد كده عندك التقدم. يا جماعه احنا كنا متقدمين جدا في كل المجالات، كل العلوم، العالم كله كان بيجي يدرس عندنا ويتعلم مننا. اخر حاجه عندي الاستمراريه، وهي حضاره
قال لك استمرت آلاف السنين دون انقطاع، كانت موجودة طول الفترة دي كلها 7000 سنة كانت موجودة لحد النهاردة. الملوك أو الفراعنة عايشين معانا، إن احنا بنستكشف مقابر وبنطلع معلومات جديدة أول مرة نعرفها وحاجات جديدة أول مرة نسمع عنها، ده يدل على الإيه؟ على الاستمرارية وإنها حضارة لم تكن منقطعة. تعال نحل سؤالين مع بعض كده. أي العصور التالية انتهت مع التدخل الاحتلال الغربي؟ من إمتى بقى العصر الفرعوني انتهى؟ أقول له العصر الإيه؟ المتأخر. طيب بعد كده يجي يقول لي يعد نقط عصر البناء والتأسيس، هقول له ايه؟ العصر العتيق اللي هو عصر بداية الأسرات. اشترك كل من نعرمر ومنتوحتب الثاني ومنمحات الاول، التلاتة شبه بعض في ايه؟ هل النواحي العسكرية؟ لا. هل اصدار قوانين وتشريعات؟ لا. هل اتخاذ مقر جديد للحكومة المركزية؟ هقول له صح، انا عندي الملك مينا خد منف، وعندي منتوحتب الثاني خد طيبة، وعندي منمحات الاول خد مين؟ خد اسد تاوي. يبقى كل واحد خد عاصمة جديدة. سعى ملوك العصر العتيق الى المحافظة على الوحدة التاريخية من خلال عدة طرق، كان منها المصاهرة. في ضوء العبارة السابقة، المصاهرة زادت من الروابط الايه؟ هقول له الروابط الاجتماعية والسياسية. طيب اكثر اهتمامات ملوك الاسرة الثانية عشر، الاسرة الاثناشر، عصر الرخاء الاقتصادي، كانوا مهتمين بالعسكري ولا السياسي ولا التجاري ولا الزراعي؟ هقول له الزراعي. الدليل على كده ان مؤسس الاسره ال12 عمل العاصمه اسد تاوي عشان يوسع الاراضي الايه؟ الزراعيه. الملك المصري الذي ربط افكاره السياسيه بالاقتصاد، نقل العاصمه من طيبه الى اسد تاوي عشان خاطر يوسع الاراضي الزراعيه، هقول له منمحات الايه؟ الاول. طيب اقتضت الضروره نقط نقل الملك منمحات الاول عاصمه البلاد من طيبه الى اسد تاوي، ليه؟ هقول له الاسباب سياسيه واقتصاديه، سياسيه عشان العاصمه، اقتصاديه عشان يوسع الاراضي الايه؟ الزراعيه او يعمل توسع افقي. ترتبط رحله حتشبسوت الى بلاد بونت باحدى خصائص الحضاره المصريه القديمه، تجاره من الجنوب، يعني تواصل الايه؟ الحضاره، يبقى في تواصل. تشابه الملك مينا والملك منمحات الاول في قيامهم بايه؟ الاثنين دول توحيد البلاد ولا اتخاذ عاصمه جديده للبلاد؟ هقول له اتخاذ عاصمه جديده للايه؟ للبلاد. منمحات الاول واخد اصلا الدوله موحده من اللي قبليه، ما كانش في انقسام. طيب الملك منتوحتب الثاني والملك مينا شبه بعض في ايه؟ اخضاع حكام الاقاليم ولا تحقيق العداله الاجتماعيه ولا اقامه المعابد ولا تحقيق الوحده للبلاد؟ تحقيق الوحده للايه؟ البلاد، لان الملك مينا ما كانش فيه حكام اقاليم، ده كانت الدوله اصلا مقسومه الى مملكتين. اكثر حدود التي شكلت خطرا على الامن القومي المصري بعد سقوط الدوله الوسطى، هقول له الحدود الشماليه الايه؟ الشرقيه. وكده يكون معاك خلص معاك الايه؟ الدرس، والجزء الاهم عندك خلصناه، واول درس عندك في الوحده الثانيه درس لذيذ، معلوماته كتيره شويه، ملوكه كتار شويه. مطلوب من حضرتك بالله عليك ذاكر لي الملوك كويس، وتعرف تفرق بين كل ملك وملك واهم اعماله والدوله اللي نشا فيها والحاجات اللي عملها. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع الخديوي، ان شاء الله هنقفل التاريخ، ما تقلقش انا في ظهرك ومش هسيبك. الخديوي بيقول لك هو بيحبك جدا وبيبذل كل اللي عنده والله، وبيعمل اقصى مجهود وربنا اللي يعلم عشان خاطر يفيد حضرتك، وكل اللي طلبه من حضرتك دعوه جميله تفتكرني بيها، وكمان اللايك والتفعيل الجرس والاشتراك في الايه؟ في القناه. ان شاء الله اشوفكم في الدرس الجاي، الحياه الاقتصاديه، وجهز نفسك عشان الدرس ده مليان معلومات ودرس كبير وعايزين ننجزه مع بعضينا، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده وفي درس جديد مع الخديوي. سلام.